أهلا وسهلا بكم. نشرت صحيفة الرياض اليوم تصريح لوكيل وزارة العمل المساعد دكتور فهد الطخيفي، تحدث فيه عن إمكانية التجار وأصحاب المحال لتوظيف النساء السعوديات في المطاعم والمطابخ المرتبطة بتقديم الوجبات السريعة والمطابخ المرتبطة بصناعة الحلويات. هذا الأمر وضع ردة فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ناس مؤيدة وناس معارضة، وناس يعني أخذت الموقف، يعني نفس ذكرنا بموضوع الكاشيرات وكل الناس يدللون أو على فكرتهم أو اعتراضهم أو تأييدهم بأدلة وأحيانا بدراسات. لمناقشة هذا الموضوع يسرني رحب بضيفي في الاستديو الأستاذ عبد الله بن مخيت. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. يا مرحبا. سلامات، ما تشوف بأس. الله يسلمك. أنا حظ ضيوفي دائما إذا هذا يجون فبس نشرح أنه عملية بسيطة. وشكرا أنك جيت. وأيضا حقيقة معي أيضا عبر الهاتف الشيخ محمد السعيد وهو أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى. لكن قبل أن نبدأ في النقاش خلونا نشوف يعني معلومات بسيطة حول هذا الملف. بين عامي 2009 و2012 ارتفعت نسبة البطالة بين الإناث من 28% لتصل إلى 35.17%، ويبلغ عدد المقبلات على العمل من مخرجات التعليم سنوياً نحو 300 ألف امرأة. نسبة العاملات في القطاع الخاص لا تتجاوز 20%، كما يبلغ متوسط أجور الإناث في القطاع الخاص نحو 2613 ريالاً، أي قرابة نصف متوسط أجور الذكور التي تبلغ 5315 ريالاً. في حساسية من الخشب، يعني أعطونا يا ما في مشكلة، إحنا قلنا لازم نكون نحس المشاهدين قاعدين إحنا سوا جلسة إيه حساسية بخشب، أنت شو سوي لك اليوم عيونك وهذا خشب لو دخلتوني على الخشب بعد يبغى لك إصلاح. خلي معي على الهاتف الشيخ السعيدي، مساك الله بالخير. أهلا مساء النور، حياك الله، أهلا بك وبمشاهدي قناة روتانا خليجية. أهلا وسهلا بك شيخ محمد. أنت مع الموضوع ولا ضده؟ مع موضوع ماذا؟ القرار اللي هو أنه إمكانية أنه المرأة السعودية تعمل في المطاعم والمطابخ والله تعتمد على المطاعم والمطابخ. إذا كانت المطاعم والمطابخ مطاعم أو مطابخ خاصة بالنساء فهي داخلة في فلسفة عمل المرأة التي لا بأس بها ولا أحد يختلف فيها، وإن كانت تعمل في المطاعم على هيئة نادلة في المطاعم العامة فهذا ما لا أراه. طيب وإن كانت مثلا محاسبة أو تطبخ للجنسين، يعني القسم الرجال وقسم السيدات؟ أنا أرى أن المرحلة التي في المملكة العربية السعودية لم نصل بها بعد لأن نفكر في هذا الموضوع أو نصل إلى أن نفكر في أن تكون المرأة طباخة، لأن الفتيات الخريجات في المملكة العربية السعودية أو الفتيات طالبات العمل في المملكة العربية السعودية 19 ولله الحمد إما خريجات جامعيات أو لا يقل أو لا تقل شهاداتهن عن الثانوية، وما زالت القطاعات التي تحتاج إلى فتيات مثقفات وطالبات جامعيات ومتخصصات ما زالت في المملكة العربية السعودية كثيرة جدا ولم تغطى بعد. فمثلا نعطي مثال قطاع التعليم، لا زال التعليم بحاجة إلى معلمات بالرغم من صعوبة التعيين الآن كمعلمة، لأننا نجد أن فصول البنات الدراسية في بعض المناطق وفي بعض المدن كالرياض مثلا والمنطقة الغربية تتجاوز الطالبات في الصف الواحد 45 طالبة، مع أن هناك نظام صدر قبل 15 سنة بأن لا يتجاوز عدد الطلبة أو الطالبات في الفصل الواحد 25 طالبة. إذن نحن لدينا حاجة أو ما زلنا في حاجة إلى ضعف عدد المعلمات الحاليات حتى نعطي الفصول حجمها الطبيعي أو حجمها الملائم للتعليم الصحيح. الممرضات في المستشفيات، لا زالت المستشفيات في المملكة العربية السعودية في حاجة إلى ممرضات وفي حاجة إلى إداريات في يقومن بالأعمال الإدارية سعوديات، فنحن وفي نطاقات كثيرة أيضا جدا. طيب. لم تعمل الفتاة، لم تشغل نعم. الفتاة السعودية بعد. طيب. ولعلي أذكر منها أيضا إضافة أستاذ علي، العمل عن بعد. نحن في المملكة العربية السعودية لم يصدر في بلادنا حتى الآن نظام للعمل عن بعد،
مع أن ماليزيا مثلا وهي إحدى الدول الإسلامية صدر فيها نظام العمل عن بعد سنة 1425، الولايات المتحدة والهند وغيرها من الدول صدر فيها نظام للعمل، أنظمة تنظم العمل عن بعد وتعطي حقوق العاملات عن بعد. فإذا نحن لم نصل إلى المستوى الذي نفكر فيه. طيب شيخ محمد، أن تعمل المرأة طباخة في مكان أماكن معينة. وصلت فكرتك شيخ محمد. أستاذ عبد الله تفضل. يعني أنا الحقيقة لا أريد أن أعلق على كلام الأستاذ الكريم، ولكني أريد أن أقول أن العمل في المطاعم الآن هو، أنا أعتقد أنه هو ثورة أو تحرك للخروج من الشرنقة اللي وضعت فيها المرأة، بأن المرأة وظيفتها أن تخدم المرأة. يعني بمعنى آخر أن المرأة تذهب لعلاج المرأة، المرأة تذهب لتدريس المرأة، المرأة تذهب، هذا هو الحقيقة توسيع لمفهوم الحجاب. يعني وليس مجرد ده، فهو حجاب متنقل، لأن الظروف الموضوعية في العصر اللي نعيش فيه ما لا يستطيع أحد أن يحبس المرأة في داخل البيت، لأن المرأة تحتاج إلى طبيب وتحتاج إلى مقاضي وتحتاج إلى ملابس ولا بد أن تخرج للسوق. فعندئذ عندما قرروا مثلا أن المرأة تبيع المكياج والمرأة تبيع الملابس المرأة، معناتها هذا توسيع لنطاق الحجاب وليس إعطاء المرأة حقوقها في الواقع، بل بالعكس تضييق على المرأة. بالقرار هذا أنا في ظني نحن نتحرك إلى الواقع، نتحرك بحيث المرأة تحصل على وظيفة بغض النظر عن طبيعتها، إلا أن تكون الوظيفة شريفة. أما أين تعمل المرأة فهذا قرارها. يعني أنا أنتظر الآن أن يسمح للمرأة أن تذهب للبلدية وتستخرج رخصة مثلا بقالة وتجلس تبيع فيها زيها زي أي دولة في العالم، يعني وزي أمهاتنا وجداتنا كانوا في السوق يبيعون. فهي تفتح بقالة أو تفتح مطعم أو تفتح دكان أو تفتح ما تريد أن تفتحه، ليست وظائفها محدودة بما سموها وأعطوها هالة من الكلام، يعني اللي القوي البيئة الآمنة. كل المملكة العربية السعودية بيئة آمنة، وليست مجرد أن نحط غرف معينة ومسكرة. هذه البيئة الآمنة طالما أن المرأة تمشي في الشارع فيجب أن تكون بيئة آمنة، طالما أن المرأة تدخل المستشفيات يجب أن تكون بيئة آمنة، تأتي إلى هذا الاستديو بيئة آمنة. لا يوجد شيء اسمه بيئة آمنة خاص بالعمل. نعم. طيب شيخ محمد، التحدث لعلك سمعت الأستاذ عبد الله. نعم. انه توسيع يعني المفهوم الحجاب، تحدث انه في 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 موروثنا في جداتنا وطرق امثله انه كانوا يبيعون موجودين، وايضا قال انه نكون طبيعيين مثل اي بلد في العالم، وانت كمان استحضرت بعض الامثله يعني العالميه فيما يتعلق في التوظيف عن بعد، بس ما وسعت الفكره بشكل عام. تفضل اذا بتعرف. انا الحقيقه اعجبني كلام الاخ عبد الله، خاصه الكلام في البدايه، لانه تكلم عن ان المقصود أو الذي هو فهمه من القرار أن المقصود به ثورة على قضية الحجاب وتضييق نطاق الحجاب، والصراحة طيبة جدا. والأخ عبد الله قدم لنا قرار أو كلام صريح جدا، وهو أن هناك رغبة وهناك أيديولوجية يراد لها أن تفرض على بلادنا وينتزع من بلادنا ما هي معروفة به من الالتزام بمثل معينة وأخلاق معينة تخصها. طبعا لست في مجال الاستدلال على أن الحجاب من الشريعة الإسلامية، ولكنني أناقش مجرد فكرة، وأنا الحقيقة فهمت من كلامه ما نص عليه هو من قضية الثورة على الحجاب. القضية التي هو استدل بها أيضا قضية أننا نكون مثل أي دولة في العالم. نحن لا نريد أن نكون مثل أي دولة في العالم، أو لا، أنا لا أطمح بأن تكون السعودية مثل أي دولة في العالم، بل أريد أن تكون السعودية أفضل من أي دولة في العالم، بمعنى أننا نريد أن نبدأ من حيث انتهوا ولا نبدأ من حيث بدأوا. أنا أحب من الأخ عبد الله ومن جميع الإخوة أن ينظروا إلى أي دولة في العالم ويراجعوا مثلا كتاب الذي ترجمه الدكتور محمد بن سعود البشر، وهو عن جماعة من الباحثين الأمريكيين اسمه يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة، وينظر إلى حال المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية من جميع النواحي، ينظر إلى الإحصائيات التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان عن أحوال المرأة في بريطانيا وأحوال المرأة في فرنسا وأحوال المرأة في إيطاليا. إذن نحن عندما نحب أن نكون مثل أي دولة في العالم، طموح غير مشروع في تقديري، لأننا نجد أن المرأة في العالم
تهوي في الوقت الحاضر ولا تصعد، بينما المرأة في المملكة العربية السعودية ما زالت ولله الحمد تأخذ حقوقها الشرعية، رغم ملاحظات هناك في تقصير حتى أيضا في إعطاء المرأة حقوقها الشرعية، هناك تقصير حقيقي ونسعى إلى إصلاحه، لكن نسعى إلى إصلاحه دون تغيير الفلسفة إن صح التعبير التي نقوم بالتعامل مع المرأة من خلالها ونقوم بخدمة المرأة من خلالها. هناك أخطاء في قضية التعامل القضائي مع المرأة، هناك أخطاء في التعامل المؤسسات الحكومية مع المرأة، هناك أخطاء في تعامل في كثير من القضايا، ليس هنا مجال بسطها، لكن نريد تغييرها وإصلاحها دون تغيير الفلسفة التي نحن نسير عليها. سألتني عن العمل عن بعد، وهو سؤال جيد. العمل عن بعد في تقديري هو من الأمور الممتازة. لا أنا ما سألت عنه، أنا قلت أنك أنت استشهدت بأمريكا وماليزيا في هذا الموضوع. إذا قلت أنك لم تتوسع به، قلت أنك لم تتوسع به. لا ما وسعت فكرة محاكاة النموذج الأمريكي والماليزي. نعم بشكل عام هذا النموذج الأمريكي نحن لا هو الذي يحاكينا الآن في قضية العمل عن بعد. أمريكا لجأت إلى هذا الأمر لظروف حصلت للمرأة فأرادت أن تلجأ إلى هذا الأمر، وظروف اقتصادية أيضا حصلت للرجل، فتبين أن العمل عن بعد أكثر فائدة وأجزاء للمرأة. هذا من ضمن نطاقات العمل في أمريكا. هم لجأوا لو في أمريكا، عفوا بس هذا الموضوع مهم على أساس أنه موضوع أمان المرأة ومشاكل صارت مرأة. هو نوع من أنواع العمل، فرص أخرى جديدة. نعم يعني نعم موضوع اقتصادي بحت نهاية. خليني بس النساء يفضلن العمل نعم عن بعد. نعم صحيح، وفي بعض الشركات بدأت تطبيقه هنا حتى بس لم تعلن ربما. شيخ محمد بس خلي الأستاذ عبدالله يعلق على أنا أعتقد لو كلمة على حكاية العمل يعني في المنزل وكذا. احنا نتشبث بهذا ليس حبا في الأسباب التي أدت إلى نشوء هذا، توفر التكنولوجيا الحديثة وتوفر وصعوبة الوصول إلى الأماكن بحيث المرور وما المرور وغير ذلك، هذه هي اللي أدت إلى اعتماد مثل هذا النوع من العمل. أنا الآن ككاتب الآن أنا أعمل عن بعد، أنا في كندا ساكن وأكتب في جريدة الرياض، لكن العمل عن بعد ما هو كل واحد يستطيع أن يحصل عليه، وليس مخصص للمرأة، هو مخصص لكل من يريده. يعني ممكن أنا أعمل فريلانس في البيت، أسوي دراسات وأبيعها على جهات أو كذا، هذا هو العمل عن بعد، أو خياط إذا أراد بعض الناس يروح يسوقه، وهذا يحدث الآن بالمملكة وكان يحدث أيام من العهود القديمة. لكن نحن يجب أن نركز على عمل المرأة نفسها. المرأة من حقها أن تخرج للعمل، وأنا لما تحدثت عن الحجاب لم أتحدث عن الحجاب الإسلامي، تحدثت عن الغطوة باختصار. الغطوة هي مشكلة حقيقية، وليس هم الآن كل المشاكل تواجهها المرأة تواجهها بسبب الغطوة، لكن الحجاب الإسلامي هو أصلا كل المرأة الطبيعية ممكن أنها يعني حتى لو ما كانت مسلمة ممكن أنها تلبسه، لكن لذلك لو أن المرأة عندنا كشفت وجهها أو سمح للمرأة التي تريد أن تكشف وجهها وتفتح بقالة وتفتح دكان وتفتح وتروح تبيع في الأسواق وتنافس في الأسواق الشعبية وغير ذلك لما حصل هذا كل اللغط، لأن المرأة مثل الرجل عندها احتياجاتها وعندها القدرات. صحيح، بس عبد الله المرأة اللي تتغطى هذا مو بحقها تختار هي. أيوة بس هذا. لكن أنت تتحدث عن بيئة عمل ربما أنه ما تكون هذه العائلة. لا 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 أنا ما عندي مشكلة أن تتغطى، بس أنا أتكلم أنه صارت هذه الغطوة هي المشكلة وليس الحجاب. يعني الآن مثل أقول لك بالمرور ما نبغى تسوق المرأة، ليه؟ لأنه قد تكشف وجهها في يوم من الأيام، هذه لا تسوق ببساطة. يعني إذا كانت في امرأة تتغطي وجهها لا تسوق، أما المرأة اللي بتحجب حجاب إسلامي هي اللي يجوز لها تسوق. هذا كل ما بالأمر، يعني ما يعني السياقة ليست فرضا على الآخرين، هي خيار من خيارات الإنسان للتحرك. تحدث الشيخ سعيد عن فكرة القضاء على أيديولوجيا، أو أنه تحدث عن أنه مفروض المملكة ليس حق، يعني ليس حق مشروع لأحد مثلا أنه يصير زي دول العالم، مفروض إحنا نصير أفضل وننتهي ونبتدي من حيث انتهى. مظبوط، ولكن في هو تحدث عن كتاب لا ما أسمع فيه ولا أعرف الحقيقة. هذه الكلام لا دلالة لا ولا معنى لا، ولم تنهار المرأة في أمريكا، بل بالعكس الآن أمريكا
تتوسع وفي كندا تتوسع والحقوق تمشي، وهذا كله من حكي المصاري الاخوان المسلمين. اخوان المسلمين يالفون كتب ان المرأة انهارت والمرأة تتمنى ان تكون مسلمة وتتمنى ان تتزوج عربي، وهذا كل الكلام ده ما له اي دلالة في الغرب ولا له وجود. هذول في ناس مجموعة من اخواننا المصريين لفقوا كثير من اخواننا المصريين، تقصد اللي هم في الاخوان المسلمين؟ ايوه اخواننا المصريين الدعاة، الدعاة المصريين لفقوا. مثلا يقول لك فيه مليونين امرأة سووا استفتاء في فرنسا وتمنوا المليونين كلهم انهم يتزوجون عربي. يعني فرنسا انهارت حركة المرأة في فرنسا وبيرجعون يدورون انهم يصيرون حريم، ويعني بيرجعون يجون زي بنات القرى في مصر. هذا الكلام كله ما له دلالة ولا له معنى، سواء ترجمة فلان أو فلان الآخر. هذا كله في الغرب المرأة ماشية والآن تقسم مزيدا من الحقوق ونصف التدريب والتطوير، ولم تروح أي مكان تجد المرأة أمامك تشتغل بكل جدية. وصحيح في مشاكل زي ما تحدث في أي مكان في العالم، ما في أي شيء. طيب شيخ محمد تفضل. تسمعني، ودي تعلق على انه الاستدلال بالتاليف كتاب معين، هذا يرى انه الاستاذ عبد الله انه ما له يعني ما هي المشكله. انا اولا عندي ملاحظتين يا اخي الكريم. انا على الاستاذ عبد الله، الملاحظه الاولى قضيه ركوب الموجه في قضيه ادخال الاخوان المسلمين في كل شيء. انا الان اتكلم معك، انا لا اخذ والله لا لحظه انا قلت هذول هم بعد خلني اكمل لك. خلني اكمل، والله مالي خط معلق. لا 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 انا لست من الاخوان المسلمين ولا اعرف الاخوان المسلمين ولا لي علاقه فيهم. قضيه انك يعني تركب موجه معينه وتتكلم عن الاخوان المسلمين وهذا كلام الاخوان المسلمين. الامر الاخر، الكتاب الذي استشهدت به انا الان كتاب اسمه يوم ان اعترفت امريكا بالحقيقه، كتاب مليء بالأرقام. الإشكالية أننا عندما نواجه بالأرقام ونأتي بمؤلفات فيها أرقام وإحصائيات لم يكتبها إخوان مسلمين ولم يكتبها سلفيين ولم يكتبها غيرهم، وإنما كتبها الأمريكيون أنفسهم. هذا الكتاب كتاب معتمد، ومن العلم الذي كأحد الذين كتبوا مقدمات هذا الكتاب الروائي الأمريكي المشهور الذي أخذ العديد من الجوائز وصاحب رواية جذور عائلة أمريكية أليكس هيلي، أحد الذين كتبوا مقدمة هذا الكتاب. فعندما الآن نأتي بكتب ومؤلفات كتبها الغرب عن أنفسهم، يقول لنا هذه ما لها، هذا إخوان مسلمين وهذا الأخوان مصريين كتبوها ودعاة مصريين. ليس للمصريين ولا للسلفيين ولا لغيرهم علاقة بهذا الأمر أبدا. الكتب والإحصائيات ليس الآن ليس هذا مجال استحضارها، وأنا عندي استعداد أن أحضر لديكم في حلقة وآتيكم بإحصائيات من مؤلفات من الغرب أنفسهم. هناك الكتاب لأحد المفكرين الأمريكيين اسمه لعنة عام 1920، آمل من الأخ الكريم عبد الله بخيت أن يراجع هذا الكتاب أيضا. وكتب كثيرة يعني ليس لا أستحضرها الآن، وفيها إحصائيات وأرقام. عندما نرد على الأرقام بهذه البساطة هكذا، هذه كلام ليس له أي مجال، وليس هذا استهتار بالعلم. مع احترامي للأخ عبد الله، أرجو أن لا يكون كذلك. أنا أريد عندما نتكلم عن كتب مليئة بالإحصاءات أن يأتي لنا يرد ويقول عندي كتب أيضا فيها إحصائيات مناقضة. عندما يأتيني ويقول عندي كتاب كذا فيه إحصائيات يا دكتور محمد تناقض الإحصائيات التي أنت ذكرتها، عند ذلك ألجأ أنا وهو إلى الترجيح بين كتابي وكتابه. أما عندما يصادر كل هذه الكتب وكل هذه الإحصائيات، عند ذلك أنا أقول أنا لا أتكلم مع شخص يحترم الحقيقة العلمية ويحترم الرقم كآلة للوصول إلى الحقيقة. طيب. بارك الله فيك. أنا قد أعلق شوي، بس أنا أبغى أقول يا أستاذي الكريم، المسألة ليست مفاضلة بين أرقام، المسألة مفاضلة بين حقائق قائمة على الأرض. يعني في ملايين الملايين النساء يعملون، وفي ويتمنى هل هؤلاء النساء متضررين من العمل؟ لو كانوا متضررين لعادوا إلى البيوت. يعني خلونا نكون واقعيين في النظر إلى ما يحدث في الغرب. أما عن كتاب هذا لعنة 1920، أظن عن هذا الكتاب اسمه جاري أو كذا، هذا اللي ما جاء عندنا فيضة وقال أنتم السعوديين آخر الرجال وأن اللي فينا شهامة والباقي العالم ما في عندهم شهامة. أيوة أن عندنا شهامة وما عندهم شهامة، تذكر هذا اللي جاء اسمه جاري. وأعتقد يعني في الغرب مليان. أنا أقدر أجيب لك أيضا كتب يا أستاذي الكريم، أجيب لك كتب عن الجن،
عن السحر، عن 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 هذه شو اسمها الاطباق الهوائيه، في احصائيات وفي كل اللي تبغاه، لكن هذا فكر معزول وبسيط وساذج وليس من المينستريم في الغرب، ما له علاقه في اللي يحدث. هذول ناس بسطاء وناس معتوهين او غير اسوياء يالفون او يتكسبون من وراها بطريقه او اخرى. نعم. عموما انا اشكركم، وقتي انتهى في هذه القضيه. شكرا لك استاذ عبد الله البخيت، شكرا الشيخ محمد السعيدي. يمكن اذا تطور الموضوع ان نحتاج الى مواجهه اخرى مثل ما بدا بالموضوع او اقترحه الشيخ محمد. شكرا. فاصل ونعود بعد قليل نتحدث عن مناقشه موضوع قرار الماده 55 من قانون العمل، واللي فيه احتمالية زعزعة الأمان الوظيفي لدى السعوديين. شكرا جزيلا فاصل ونعود. شكرا جزيلا مدري ليش بس شكرا لكم بس.